بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مطبخ الحياه مع الشيف يسري. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل شويه حاجات حلوه قوي هتعجبكم، يعني هنعمل طاجن ارز معمر ولكن بالصوص الاحمر. قبل ما نعمل الطاجن عايز اقول لكم كلمونا على صفحتنا، صفحه الاي تي في، عشان ناخد كل اقتراحاتكم ونقدر ننفذ لكم كل اللي انتم عايزينه. كمان ابعتوا لنا او كلمونا على رقم التليفون اللي هيظهر قدامكم على الشاشه 3855-0017، 3855-0017. عايز اقول لكم بس ان احنا معانا شركه تاتش الزنوكي، بصراحه أدوات كهربائية ممتازة، جربوها. هنشتغل بحاجات كلها زي ما انتم شايفين الراعي الرسمي للبرنامج. الرز المعمر بالصلصة الحمراء أو بالصوص الأحمر، مقاديره بسيطة هتظهر قدامنا على الشاشة. كيلو من لحم الشاورما، يعني متقطع شرايح رفيعة زي الشاورما. عندي نص كوباية زبدة وملح وفلفل وثلاث ثمرات بصل، وكمان عندنا ثلاث ثمرات طماطم مبشورة، وعندنا كمان معلقتين من معجون الطماطم او معجون صلصه الطماطم، وكمان كوبايتين من المرق ورشه بهارات، ونص كيلو رز بسمتي منقوع واحنا صفيناه. يلا بينا نبدا مع بعض. اول حاجه هنعمل ايه؟ هناخد هنا اللحمه، عندي جزئين اهم. هنعمل كل اللي هنعمله، هنتبلها شويه ملح وفلفل فقط، ملح وفلفل فقط، وبعد كده هنسويها زي ما انتم شايفين في الزبده. وطبعا انا بحط شويه زيت صغيرين علشان الزبده بتاعتنا ما تتحرقش معانا. جميل كده؟ تمام. هناخد بقى اللحمه، شويه ملح وشويه من الفلفل، ونقلبها. عشان انتم عارفين ان هي شرايح رفيعه فلازم تتقلب عشان تتشرب من الملح والفلفل كلها. تمام. وهنحط هنا شوية زيت، وطبعا هنا شوية زيت كمان، وبعدين نحط الزبدة بتاعتنا اهي، ونحط برضو شوية زبدة هنا، علشان زي ما قلت لكم هنشتغل في حاجتين مع بعض. وناخد نص كمية اللحمة نضيفها هنا، تمام كده، ونص عشان بس ايه تشوفوا التفاصيل كلها معانا واحده واحده، ونص كميه اللحمه هنا بعد الزبده ما تقدح كده معانا نضيفها هنا. هنعمل ايه؟ ولا حاجه خالص. بعد كده هنروح علشان نفرم مع بعض البصل، وزي ما قلت لكم يعني الكبه دي بنعمل فيها ايه، زي ما انتم شايفين هنفرم البصل تكتين بس حسب ما احنا عايزين، عايزينه خشن ماشي، عايزينه ناعم ماشي. تمام. ادي اللحمه اهي بدأت تلون معانا اهي. طيب وبعدين اهو اللحمة التانية برضو بدأت تلون، وبعدين زي ما انتم شايفين كده كل حاجة معانا بتفاصيلها، يعني كل شيء معانا بتفاصيلها. احنا برضو هنا الرز بتاعنا زي ما بتقولوا غسلناه الاول، وبعد ما غسلناه حطيناه في مية منقوع. ليه بقى؟ عشان يستوي معانا اسرع. بننقعه في شوية مية وملح، شوية مية وملح اهو. تمام. وبنصفيه بعد نص ساعة من المنقعة ده. وبعدين انا مستني بس اللحمة كده تدبل معانا، ومش هعمل اي حاجة خالص خالص غير لما نرجع من فاصل سريع. ما حدش يشوف في اي مكان. الجديد الممتع التعليمي دايما هتشوفوه مع الشيف يسري في برنامج مطبخ الحياة، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنعمل مع بعض حاجه، بس عايز اذكركم ان النهارده حلقتنا برعايه تروفال الزنوكي، اجهزه كهربائيه لازم تجربوها ان شاء الله. بس كل اللي حصل ان انا حطيت اللحمه نزلت سوائل منها اهي. تمام. بعد ما نزلت السوائل كده هنفضي الاثنين مع بعض وناخدهم. نعمل ايه بقى؟ نصفي السوائل دي هنا. تمام اهو. تمام. بعد ما دي علشان دي بقى يعني اللي زي ما بنقوله فايدة اللحمة. ونسيبها تنشف شوية، وبعد كده نعمل الصوص بتاعنا الأحمر بمنتهى اللذاذة، يعني نعمل حاجة كده جميلة وطعمها حلو قوي. بس طبعا نشغل كده ونعلي، وهنا برضو. تمام. حلو قوي. نرجع على الصوص بتاعنا. هنحط بقية الزبدة اللي عندي، انا كنت قايل نص كوباية، وعليها شوية من الزيت،
في نفس الطاسه، شايفين الطاسه اهي مكان التفاصيل اهي اهي اهي، مكان زي ما بنقوله زي ما مكان التسويه اهي. حلوه قوي، بناخدها علشان نستعملها، مكان التسويه دي خساره. فبنعمل ايه بقى؟ نيجي هنا الزبده تسيح معانا، وفي نفس الوقت والزبده بتسيح كده هنروح بقى نضرب مع بعض هنا البصلايه او الثلاث بصلات. تمام، لازم تبقى السكينه عكس بعضها عشان تطلع معايا الانتاج صح. وبعدين ناخد كده الغطا ونحط هنا ونضغط. تمام، كهرباء واصله اهو، ثواني اهو. تمام كده اهو، تمام. بعد ما عملنا البصل بتاعنا زي ما انا عايزه، عايز انعم انا يعني، عايزه ناعم شويه اهو، حلو قوي. تمام، هنشيل بقى البصل بتاعنا ونروح علشان خاطر ندبله شويه. جميل، بالراحه خالص، زيت وزبده، وعليه بقى البصلايه بتاعتنا او الثلاث بصلات اللي احنا قلنا عليهم. شايفين نعومه البصل؟ انا كنت عايزه انعم سنه فعملته ناعم، لو عايزينه خشن شويه هيبقى خشن، ولكن هنا مكان التسويه اهو. حلو قوي، احنا عملناه طبعا زي ما انتم شايفين قدامنا في الكبه بتاعتنا بتاعت تاتش، وان شاء الله زي ما انتم شايفين تعجبكم. وهنيجي بقى نكمل مع بعض البصل. حلو قوي، وبعدين احنا عايزين رشه بهارات صغيره، رشه بهارات هنضيفها دلوقتي على البصل. وبعدين ناخد كل الحاجات بتاعتنا بقى اللي هنا عليها على البصلايه، زي ما انتم شايفين كده الطماطم المبشوره، وكمان الطماطم المعجون او صلصه الطماطم. وبعد كده ناخد معانا الاستاذه سميره. اهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الفل يا فندم، اهلا بحضرتك. انت عامل ايه؟ ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ انا وانت طيب. وحضرتك طيبه. انا عماله اتكلم مش عارفه انا يعني سؤالي النهارده ليك، انا اطمن عليك واسال عليك. انا تحت امرك، وانا سعيد اني بسمع صوت حضرتك والله. اتفضلي سامعك. طيب حاولي تكلمينا مره ثانيه واحنا ان شاء الله موجودين معاكم. عفوا، طبعا عملنا هنا زي ما انتم شايفين البصلايه مع الطماطم وعصير الطماطم، هنحط شويه بقى ملح وفلفل صغيرين. وعندنا وصفه حلوه قوي بالفراخ هنعملها برضو دلوقتي. ونرجع هنا بقى نضيف هنا شويه مرق عشان تغلي معانا. طب المرق ده ليه؟ ده اللي هيسوي الرز معانا. تمام كده، ونضيف عليه نضيف عليه شويه المرق بتوع اللحمه دول، الخلاصه واللحمه نفسها. يعني انا بوريكم كل التفاصيل قدامكم علشان خاطر تستمتعوا معانا بكل شيء بكل شيء. تمام كده، ريحه التوابل طبعا انتوا عارفين، والبصله خلتنا نكح، معلش سامحونا. وبعد كده يغلي معانا شويه، ده انا بسبكها. وناخد معانا استاذه ذكرى. يا ذكرى، طيب حاولي تكلمينا تاني، ده اسم حضرتك جميل قوي يعني. تمام، يبقى هنا اللحمه بتكمل تسويتها، اللحمه بتكمل التسويه. وبعدين هنا الخليط بتاعنا الرائع ده هنضيف ده على ده. حلو كده، لغايه كده ماشيين معانا واحده واحده، لان طبعا ده طاجن معين حلو قوي هيعجبكم، لازم تجربوه لازم تجربوه، حاجه حلوه قوي. طبعا هتغلي معانا، بعد ما تغلي معانا الغلوتين دول هنعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه خالص، واحنا مع بعض هنيجي هنا نجيب الطاجن بتاعنا اللي احنا شغالين فيه او هنشتغل فيه، ونضيف الرز تحت اهو. يا استاذه هبه، صباح الفل. صباح النور، ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ تمام يا شفيق، ايه اخبارك؟ بخير والله، نحمد ربنا الحمد لله. الحمد لله. تأمريني؟ عايزة أسأل عن
انا عجينه البيتزا. من عينيا، حاضر حاضر. حاجه ثانيه؟ لا شكرا. بشكرك على اتصالك وهجاوبك دلوقتي حالا واحنا شغالين عن عجينه البيتزا. بس قبل ما اجاوب هقول لكم بس ان احنا حطينا هنا الرز في الارضيه، الرز حطيناه في الارضيه ومستني هنا اما الصوص بتاعنا يغلي معانا كويس قوي، وبعد كده هنضيف ده على ده ونغطيه وندخله الفرن بتاع تاتش يتكمر معانا ويستوي معانا وهوريه لكم. وطبعا الرز علشان خاطر احنا ناقعينه قبلها بنص ساعه زي ما قلت لكم اهو، فبيحصل ايه بقى؟ ما بياخدش وقت خالص في التسويه، ما بياخدش وقت خالص في التسويه زي ما انتم شايفين. هتبدا تغلي معانا